السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. انا جبت لكم عاوتاني وصفه زوينه بزاف بحال العاده، قماش وماسك في نفس الوقت. هاد الوصفه غادي نحتاجوا لها حلبه مطحونه، الحمص مطحون، شوفان مطحون، الفول مطحون، كلشي مطحون حيت هي ماسك وقماش باش ديك الحبوبات اللي كيبقاو في الحلبه وفي الحمص وفي الفول. غادي يديروا لنا قماش وفي نفس الوقت غادي يغطيو لنا البشره ديالنا. النشا والطيل الابيض وما ورد باش نخلطو، وشوية ديال العكر الفاسي باش يعطينا اللون في البشرة ديالنا. بالنسبة لكي يكون اللون ديالها شاحب ولا شي حاجة تولي عندها بشرة زوينة. غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الحلبة. هاد الوصفة راه كدار في الوجه وفي العنق باش ما يبانش الفرق بين الوجه والعنق. معلقة كبيرة ديال الحلبة مطحونة، معلقة كبيرة ديال الحمص مطحون، معلقة كبيرة ديال الشوفان مطحون، معلقة كبيرة ديال الفول مطحون. نتوما عرفتوا الفوائد ديال هاد الفول ولا الشوفان ولا كيف تفتح البشرة وتغذيتها. كذلك الطين الابيض عنده فوائد كثيره. معلقه كبيره كذلك ديال الطين الابيض ومعلقه كبيره ديال النشا. نخلطوهم بعدا مزيان، والراس ديال المعلقه ديال العكر الفاسي، شويه ديال العكر الفاسي. عرفنا الفوائد ديالو حتى هو غير باش يعطينا كذلك اللون، يكون لون جميل في البشره. خلطوهم مزيان، زيدوا عليهم ماء الورد او الحليب، ماء ورد غير عادي ماشي بالضروره يكون مقطر، ماء ورد حسب الخليط. غادي نديروا ماء الورد حسب الخليط حتى يرجع عندنا خليط متجانس. هاد الوصفه البنات كدار على العنق وعلى الوجه باش ما يبقاش يبان الفرق ما بين الوجه والعنق. نديروها جوج مرات في الاسبوع، نخليوها لمده 20 دقيقه ومن بعد نغسلو وجهنا. الاشاره فقط البنات، بزاف ديال البنات واخا كيديروا الماسكات واخا كيبقى عندهم تساقط الشعر ولا بشره صفراء كيكون اللون ديالها اصفر، هاد راه ما كيكونش كيتكون بعد شي مرات ان داك الانسان مريض بحال مثلا فيه فقر الدم ولا شي حاجه. داكشي علاش ان شاء الله المره الجايه غادي نحط لكم وصفه ديال فقر الدم، حيت انا عانيت من هذا المشكل حتى تلاقيت بواحد المراه الله يجازيها بخير وعطاتني هذه الوصفه واستعملتها وكنت حامله وجابت نتيجه زوينه بزاف. فاش عاودت التحاليل لقيت ان فقر الدم تقاد، ولا كان عندك فقر الدم كيكون عندك نقص في الحديد وكتكون البشره ديالك دائما صفراء وشحيبه وكيكون عندك تساقط الشعر وانت ما كتعرفيش مناش. داكشي علاش قررت انني نشارك معكم هذه الوصفه. نزيدو ماء ورد حتى يولي عندنا الخليط مزيان، بقاو نزيدو ماء الورد حتى تطلق لنا الوصفه مزيان، حيت كيف ما كنعرفوا ان الحمص والفول كيشربوا. بقاو نزيدو ماء ورد حتى يرجع لينا الماسك زوين بحال هكا. نتوما كتشوفوا اللون ديال العكر الفاسي غادي يعطينا واحد اللون جميل في البشره ديالنا. هاد الماسك كيف قلت غادي نديروه 20 دقيقه على الوجه والعنق لمده 20 دقيقه جوج مرات في الاسبوع، باش ان شاء الله كيف ما كنقول دائما من هنا للعيد الكبير نكونوا كلنا انيقات وجميلات بشره جميله وحده كتنسيك في الاخرى ان شاء الله.
تخلطوه مزيان حتى تشرب جميع المكونات، متبقاش فيه الحبيبات. ان شاء الله المره الجايه غادي نشارك معكم الوصفه ديال فقر الدم كيف قلت، باش ما تبقاش البشره شاحبه وصفراء. هذا المشكل انا عانيت منه، داكشي علاش بغيت ما يبقاوش الناس كيعانيو منه. ان شاء الله باذن الله تساقط الشعر هو كيكون كيتساقط الشعر بطريقه كبيره، لكن عندك نقص الحديد. غادي نديروه على البشره ديالنا، على العنق والوجه. انتم كتشوفوا في ديك الحبيبات غادي يساعدونا اننا نديرو غوماج، وفي نفس الوقت غادي يغذي لنا البشره ديالنا. فاش غادي نبقاو نحكوه غير بشويه غير بالرفق، ماشي نبقاو نحكوه حتى نسبو في احمرار البشره ولا شي حاجه، غادي نحكوه غير بشويه. غير وصفه نبقاو نحكوها غير بحال هكا بدوائر حتى تيبس. ملي نخليوها تيبس غادي نبداو نحكو بحال هكا بشكل دائري، بشكل دائري. من هاد البشره كتشرب داك الفوائد ديال الحمص والطين ومنها كيحيد عندنا، كيحيد من عندنا داك الشوائب اللي في الوجه بحال بوان واغ، بحال كيولي اللون هاد هكا الفاتي كيعطي اللون للبشره. وإلا عجبتكم هاد الوصفه وعطتكم النتيجه اللي كنتو باغينها، ما تنساونيش ملي لايك وتابوناو في القناه باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء مع الوصفه ديال فقر الدم ان شاء الله، اللي انا متاكده انها غتنال اعجابكم بزاف، خصوصا للناس اللي كيعانيو من فقر الدم. هي وصفتها كلها طبيعيه وكتصلح هاد الوصفه حتى للنساء الحوامل. الى اللقاء.